اهلا وسهلا بكم. قال امير منطقه الرياض الامير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز ان الهيئه العليا لتطوير مدينه الرياض والامن العام سينفذان خطه تتضمن 7 حلول عاجله بالتزامن مع تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام قطارات وحافلات، وذلك لمواجهه الزحام في مدينه الرياض. وبحسب صحيفه الوطن فان حديث الامير تركي بن عبد الله جاء خلال زيارته امس لاحد مراكز العمليات الجديد بمرور الرياض، مؤكدا ان ميزانيه مشروع النقل العام بالعاصمه رصدت بالكامل، وان خادم الحرمين الشريفين امر بالتعجيل في تنفيذ المشروع وانهاء معاناه سكان العاصمه من الاحتقانات او الاختناقات المروريه التي تشهدها شوارع الرياض. لتسليط الضوء اكثر على هذه الحلول يسرنا نرحب معنا بالمهندس عبد العزيز الغنام، وهو مدير اداره الدراسات الاستراتيجيه بالهيئه العليا لتطوير الرياض. اهلا وسهلا بك مهندس عبد العزيز. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ علي، وحييك وحيي الاخوه المستمعين والمستمعات. ودي بس يعني نعدد هذه الحلول وتوضحها وتشرحها لنا وللمشاهدين اذا سمحت. طيب هو طبعا مثل ما تفضلت طال عمرك انه يعني ما ذكر صاحب السمو الملكي امير منطقه الرياض رئيس الهيئه العليا لمدينه الرياض هو تجسيد باهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين بقضيه الاهتمام بالمواطن وتسهيل امورهم. طبعا مشكله الزحامات المروريه تعتبر من المشاكل اللي يعاني منها سكان مدينه الرياض، ولذلك اوليت اهتمام كبير من هذا الجانب. مثل ما تفضلت الاداره اللي تفضل فيه صاحب السمو الملكي هو قضيه الاداره المروريه، وهي عنصر من عناصر النقل. يعني لو نظرنا للنقل هو عبارة عن مثل ما تفضلت لشبكة النقل العام اللي هو مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام واللي الحمد لله بدأ العمل عليه. كذلك عندنا اللي هي شبكة الطرق والتوسع في بناء طرق إضافية لتسهيل الحركة المرورية على في المدينة. نأتي للعنصر الأخير اللي هو برنامج الإدارة المرورية، هو الذي نريد التسليط الضوء عليه. هذا البرنامج حقيقة يعتبر البرامج الكبرى وتنفذ في قليل من المدن، يعني اللي تنفذ بالمنظومة اللي احنا سوف نعمل عليها. لو نظرنا عناصر رئيسية للبرنامج هو عدد من العناصر. أول عنصر منها يسمى الهندسة المرورية. الهندسة المرورية تهدف إلى معالجة المواقع اللي تركز فيها الاختناقات المرورية، وضع تعديلات هندسية لها بما يسهل من حركة انسيابية الحركة المرورية عليها، كما أنها راح تغطي جوانب أخرى على الطرق الشريانية والطرق السريعة من ناحية تعديل بعض المداخل والمخارج، توسيع بعضها. الآن يجري العمل على وضع دراسات هندسية للبدء في تنفيذ هذا البرنامج. البرنامج الثاني اللي هو برنامج توفير إدارة المواقف، يعني نعتبر المواقف حقيقة هي تعتبر من المحاور الرئيسية في نظام الإدارة المرورية في أي بلد، لذلك سوف يتم تركيز على قضية إيجاد الآليات المناسبة أنه يوفر مواقف مناسبة في مدينة الرياض. وفي هذا الصدد الآن يجري العمل على دراسة تحديد احتياجات المدينة من المواقف، ومن ثم تحديد الخيارات التي سيتم من خلالها توفير المواقف بما يعني تقريبا يؤدي الغرض أو الكفاية المدينة من المواقف. البرنامج الرئيسي طبعا اللي من ضمن برامج الإدارة المرورية هي توظيف التقنية الحديثة. توظيف التقنية الحديثة مشروع جبار جدا، اللي هو قضية يعتمد على عدد من العناصر، أهمها نظام التحكم المركزي في الإشارات المرورية. يعني كما نعلم الآن إشارات مدينة الرياض تصل حوالي 800 إشارة. البرنامج اللي بيروح راح يربط جميع إشارات المدينة بنظام مركزي موحد. حتى يعني لو نظرنا في العالم كل مدن قليلة اللي فيها تحكم مركزي بالإشارات المرورية. هذا النظام إن شاء الله راح يبدأ قريبا، نقدر نقول بدأ أول 7 تقاطعات عليه، وكان حضور صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض في غرفة الإدارة المرورية في منطقة الرياض كان للاطلاع على التجربة الأولى لهذا المشروع. راح يشمل جميع الإشارات إن شاء الله في مدينة الرياض، راح يكون تحكم مركزي بها. المشروع يشمل تعداد مباشر للكثافة المرورية، راح يكون في كاميرات تصل إلى حوالي 1400 كاميرا مهمتها الرئيسية عد المركبات، وتسمى اللي هي ريل تايم انفورميشن، المعلومات المباشره للحركه المروريه في مدينه الرياض. من خلال النظام هذا نقدر نعرف في لحظه كم الحركه وهي الكثافه وما هي مواقع الازدحامات والتحكم فيها. نعم. اضافه البرنامج راح يكون فيه كاميرات رقميه تصل حوالي 350 كاميرا تركب على اهم التقاطعات الرئيسيه في المدينه. هذه الكاميرات مهمتها المتابعه. طيب مهندس عبد العزيز، عشان الوقت انا ما ودي اقاطعك صراحه، لكن لكن اللي السؤال اللي في بال المشاهد متى يعني حيصير هذه الحلول السبعه؟ يعني خلال كم؟
بدأ المشروع الآن، مشروع الإدارة المروري مدينة الرياض يعتبر فعليا بدأ إن شاء الله. بدأ بس بنسبة قليلة، يعني ما اكتمل الأفكار السبعة هذه، ما اكتملت الآن أو الستة؟ مثل ما تفضلت احنا في البداية الآن، انه نربط حوالي تقريبا 550 إشارة رئيسية في المدينة، راح يستغرق تقريبا فترة، ولكنها إن شاء الله راح يكون تحت إنجاز. يعني خلال سنة إن شاء الله هذه الأفكار كلها راح تكون مطبقة؟ أنا أقدر أقول لك إن شاء الله خلال سنة راح يكون عندنا تقريبا 70-75% مطبق. نعم. بالكامل إن شاء الله منه. شكرا المهندس عبد العزيز الغنام، مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية بالهيئة العليا لتطوير الرياض. أنتقل إلى خبر آخر، أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه قرارا وزاريا بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، حيث يبدأ العمل به من تاريخ 15 من شهر يونيو حتى 15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. وفقا للقرار، فإنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا خلال الفترة الواقعة ما بين 15 من شهر يونيو يعني 15/6 ميلادي إلى نهاية اليوم الموافق 15 من شهر سبتمبر يعني شهر 8 ميلادي. طبعا هذا القرار ينحو منحى إنساني في منظمات دولية يعني تجرم يعني هذا الشيء. معي الحديث أكثر عن هذا الموضوع عبر الهاتف الدكتور عبد الله أبو ثنين، وهو وكيل وزارة العمل للتفتيش وصحة البيئة. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله، هل هناك جهات يعني حقوقية خلف إصدار هذا القرار، وما هي العقوبات من يخالف ذلك؟ أهلا وسهلا بك يا أخي علي، وشاكر لكم استضافتي في البرنامج. أهلا وسهلا. ويعني كما قلت في مقدمتك يعني أن القرار ينطبق من 15 من شهر يونيو لشهر 6 إلى 15 من شهر سبتمبر لشهر 9، وهذا يعني للعاملين في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس. طبعا القرار هذا يعني مطبق وزارة العمل من عام 1431، وفي هذا العام أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه قرارا بتمديد فترة القرار ليشمل ليكون 3 أشهر بدلا من شهرين، نظرا يعني طبيعة المناخ وتعديل التواريخ. أخي يعني هذا القرار يعني صدر كما قلت يعني التزاما بأنظمة العمل التي تطبق في جميع دول العالم، وهو يعني من منطلق يعني إنساني ومن منطلق حماية صحة العامل والارتقاء بمكان العمل بما يضمن مصلحة الشركة. يعني القرار هذا أصلا فيه في البداية يعني مصلحة للشركة نفسها، يعني كما تعلم يعني في المملكة خصوصا في بعض المناطق في هذا الوقت من الساعة 12 إلى الساعة 3 العصر يعني درجة حرارة عالية جدا، ولا يستطيع العامل أن يتحمل هذه الفترة الطويلة. هذه منطلق إنساني ومنطلق أصلا اقتصادي وإداري لصاحب المنشأة، ونحن يعني متأكدين أن أصحاب الأعمال يمكن في كثير منهم أكثر حرصا منا على صحة العاملين. القرار هذا يعني وزارة العمل جادة في تطبيقه، من يخالف أحكام هذا النظام لشغل العاملين في هذا الوقت ستطبق عليه أحكام المادة 236 من نظام العمل. هذه المادة اللي هي تنص على غرامة بمقدارها 3000 كحد أدنى أو إلى 10000 كحد أعلى على كل عامل يعني تتم مخالفته. ويعني الوزارة يعني جادة في تطبيق هذا القرار، وخصصنا يعني أرقام للإبلاغ عن ذلك، وأيضا يعني قنوات التواصل مع الوزارة مستمرة لأي مخالفة يعني أي مواطن ممكن يبلغ عنها إذا رأى عاملين يعملوا في هذا الوقت يعني في وقت الحظر. نعم، هل واقع الحال في ناس يعني فعلا تمارس هذا السلوك مع العمالة، يعني من خلال تجربتكم وزارة العمل، من خلال رصدكم، من خلال صحيح العام الماضي يعني ضبطنا عدد من الحالات ويعني طبقنا عليهم غرامات، وفي أحيان أخرى يكون العاملين أنفسهم يعني يقومون بهذا العمل يعني جهلا منهم بأن هذا مخالف للنظام. احنا أحرص يعني على أن نطبق هذا القرار على الجميع. فالسنة الماضية ربطنا عدد المخالفات، والسنة هذه إن شاء الله يعني جادين في ذلك. أيضا احنا يعني نتعاون مع الجهات الحكومية يعني في خطتنا لهذا العام أن نرسل خطابات لجميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات بأن تبلغ هذه الشركات بأن يمنع العمل خلال هذا الوقت. وايضا يعني سننسق مع الجهات الحكوميه الاخرى كالشرطه والجهات والمرور
لإبلاغنا بأي مخالفة لهذا القرار. نعم. طيب دكتور عبد الله، بس أخيرا يعني قبل أن ننهي، لما نحن نتكلم عن أمور إنسانية وأنه ناس ما تعمل في الشمس جيد وفي عقوبات، لكن أيضا موضوع بيئة هذا العامل، يعني أنت تعرف أنه في الشكاوى أحيانا أنه قد يكون يعني يحطون 10 أشخاص أو 11 شخص في غرفة واحدة لا تتعدى أمتار، هل أنتم واصلين مرحلة أيضا في عقوبات لمن يسيء أو لا يضع بيئة جيدة لهذا العامل، سواء سكن أو مرتب أو إلى آخره، في اتجاه في هذا الجانب؟ صحيح أخي علي، يعني إحنا من دورنا في وزارة العمل وفي وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بالذات أن يعني نفتش على بيئة العمل، لدينا اشتراطات، يعني مثال اللي قلت يعني مثلا عن السكن وكذا، لدينا اشتراطات، وإذا يعني وصل المفتش إلى جهة عمل وجد بيئة العمل غير مناسبة، هناك يعني أنظمة تحكم هذا الوضع وممكن يربط عليها مخالفات. وفي أحيان كثيرة يعني نحن قبل ذلك، يعني هو هدفنا يعني الوزارة ليس تصيد الأخطاء، وإنما قبل ذلك يعني توضيح للمنشآت عن بيئة العمل السليمة ونشر الوعي وتثقيف المنشآت بيئة العمل السليمة، ويعني نحن نتشارك يعني معكم حتى في الإعلام لتوضيح هذه الأمور. ولكن هي يعني من دورنا أننا يعني نفتش على بيئة العمل ونضبط أي مخالفات تظهر لنا، وفي نفس الوقت نضع الأنظمة والقوانين التي تحمي العاملين. يعني الهدف الأساسي لوزارة العمل من أهدافها الأساسية هو حماية حقوق العاملين، وخصوصا يعني العمالة التي يعني تكون يعني وضعها سيء مثل الذين يعملون في تحت أشعة الشمس أو في أماكن غير مناسبة. نعم. عموما أنا أشكرك دكتور عبد الله أبو اثنين، وكيل وزارة العمل وشؤون التفتيش وصحة البيئة، كان معنا هاتفيا. أحب بس أقول قبل أن ننهي أنه ضيف مائدة الثلاثاء غدا في أهلا محمد رضا نصر الله، الكاتب والمثقف المعروف السعودي. أيضا الحقيقة أشكركم دائما لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله.